حكايات وقصص الكهف فيها ألف عبرة ودرس عن فتية آمنوا بربهم كتموا الإيمان في قلبهم اتقابلوا يوم مع بعضهم وكان معاهم كلبهم في الكهف دخلوا كلهم وفضلوا يدعوا قصص الكهف فيها ألف عبرة ودرس عن عبد صالح كان حكيم قبل النبي موسى الكليم قال له حكون الصابرين علمني من علم اليقين خرم السفينة في قلبها وكان هيهلك أهلها فعل زاد الغضب قال له الحكيم أنا قلت لك صعب تكون الصابرين مهما حصل قدام عينيك فوق كل علم أكيد عليم أكيد عليم حكايات وقصص فيها ألف عبرة ودرس عن ملك ذي القرنين كان عادل كان حكيم سوا بين الصدفين فصل بينهم بسد متين قصص الكهف فيها ألف عبرة ودرس اللهم صلِّ وسلِّم وبارك على الحبيب المرتضى وصفوة خلقك المجتبى وعلى آله وسلم. لقد قص علينا القرآن الكريم هذه القصة العجيبة دون أن يحدد لنا المكان الذي وقعت فيه الحوادث ولا أن يحدد لنا التاريخ، كما أنه لم يصرح بالأسماء ولم يبين من هو العبد الصالح الذي التقى به موسى، هل هو نبي أو عالم أو ولي. في هذه القصة أبهم السياق القرآني المكان كما أبهم الزمان وأسماء الأشخاص لحكمة الله أعلم بها، ربما من هذه الحكمة ألا ينشغل ذهن القارئ والمستمع وألا ينصرف إلى أمور
لا فائدة من ذكرها. إن هذه القصة تتعلق بعلم ليس هو علمنا القائم على الأسباب، وليس هو علم الأنبياء القائم على الوحي، إنما نحن أمام علم من طبيعة غامضة أشد الغموض، علم سر القدر، وذلك علم أسدلت عليه الأستار الكثيفة، أستار الرحمة الإلهية لعباده من البشر. وهذا هو الطفل حيثور. حيثور يا ولدي، هل ما زلت نائما؟ هيا استيقظ، كفاك كسلا. أمي، أريد أن أنام. لقد أشرقت الشمس يا ولدي، وأعددت لك إفطارا شهيا. دعيني يا أمي. أيها الكسول، انهض لتساعد أباك في الحقل. أنا أريد أن ألعب. الحق بأبيك أولا في الحقل، ولتلعب وتلهو بعدها كيفما شئت. أين الطعام؟ لماذا لم يرجع موسى معك يا يوشع؟ وما حكاية هذه السمكة التي ردت إليها الحياة؟ ومن ذلك الرجل الذي التقاه موسى عند مجمع البحرين؟ وأخذ يوشع يحدثهم عن رحلته مع نبي الله موسى عليه السلام، وطمأنهم بأنه سيعود بعد أن ينتهي من رحلته مع الرجل الصالح. إليانا! إليانا، متى سنتزوج يا حبيبتي؟ انظر أمامك. حسناً. أوه. ها، ماذا قلت؟ في ماذا؟ في زواجنا يا إليانا. عندما يعود موسى. إذن سننتظر طويلاً حتى يأتي موسى ويبارك زواجنا كما تقولين. أشم في كلامك رائحة السخرية يا عزرا. لقد عاد يوشع وحده، والقوم يشككون في عودة موسى. أنا لا أفهم إصرارك على هذا الأمر. حتى لو عاد موسى فزواجنا لن يتم. ها؟ ماذا تقولين يا إليانا؟ أنت تشك في نبوته، وهذا أمر يزعجني. أنا فقط أتحير من أمره، مما أسمعه من كبار القوم. إذن استمع إليهم كما تشاء يا عزرا، وانسى أمر زواجنا. ولكن مهلا يا إليانا، لا تغضبي ثانية. لماذا أنت سريعة الغضب هكذا؟ عزرا، أصبحت ملاحقتك لتزعجني وتسبب الحرج لأبوي. حسنا، سأفعل كل ما تطلبينه مني، فقط عديني بأنك لن تكوني لغيري. وموسى؟ نبي. إذن هاتي جرتي حتى أرحل. تفضلي، هاك جرتك. يا أم حيثور، لماذا لم يأتي ابننا إلى الحقل؟
لقد خرج من المنزل وقال إنه ذاهب إليك. لا بد أن أعاقبه رفقا به يا زوجي، فإنه لم يزل صغيرا. أنت تدللينه وأنا أريد أن يشتد عوده كي يكون سندا لنا. إنه ولدنا الوحيد وقرة عيننا، أدعو الله أن يحفظه لنا. أين كنت يا حيثور؟ ولماذا لم تأتي إلى الحقل؟ كنت ألعب مع الأطفال. يا ولدي، ألم تقل لي أنك ذاهب إلى الحقل كي تساعد أباك؟ ستحرم من الغداء معنا عقابا لك. أنا جائع، أوف! اذهب الآن من أمامي، لا غداء لك. يا لها من حكاية عجيبة، سمكة مملحة لا حياة فيها ترتد إليها الحياة، ورجل غريب راقد على بساط أخضر في وسط البحر، كيف هذا؟ قال يوشع: وأنا على ثقة من أن نبي الله موسى عندما يعود سيحكي لنا المزيد من الأعاجيب التي رآها مع هذا العبد الصالح. ليتني كنت معكما، ولكن لما العجب؟ وقد حكى لنا آباؤنا عن معجزات موسى وشق البحر وعن عيون الماء التي فجرها بعصاه، إنه حقا نبي الله. ينصرف الأطفال ويعود حيثور وحده إلى بيته ويتبعه الخضر. فوجئ موسى بتصرف العبد الرباني وقتله للطفل، فثار موسى سائلا عن الجريمة التي ارتكبها هذا الصبي ليستحق القتل. قال موسى: أقتلت نفسا زكية بغير نفس؟ لقد جئت شيئا نكرا. يعني ما هذا المنكر الغريب الذي أتيته؟ أتقتل هذا الغلام دون جريرة ارتكبها؟ قال الخضر: ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا؟ شعر موسى عليه السلام أنه للمرة الثانية لم يلتزم بالوعد الذي قطعه على نفسه، فقال معتذرا: قال موسى: إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني، قد بلغت من لدني عذرا. آه يا ولدي الحبيب، ولدي مات ولدنا الوحيد. كيف مات؟ ولماذا؟ يا فلذة كبدي. إن تصرفات العبد الصالح التي أثارت موسى وحيرته كانت مشوبة بالقسوة الظاهرة، بينما تخفي في حقيقتها رحمة ربانية. وهكذا يتعارض ظاهر الأمر وباطنه، ولا يعلم موسى رغم علمه الهائل غير قطرة من علم العبد الصالح، ولا يعلم العبد الصالح من علم الله
إلا بمقدار ما أخذ العصفور بمنقاره من ماء البحر. بسم الله الرحمن الرحيم. قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا. فانطلقا حتى إذا لقيا غلاما فقتله قال أقتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا. Thank you.